بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، النهاردة نكلمكم عن المكيفات الصحراوي، طبعا للمحلات، للجمات، للمساجد، لدور العبادة، طبعا للأماكن المفتوحة. بس المكيف عندنا نازل بشكل جديد مختلف، مش موجود عند حد. طبعا زي ما احنا شايفين المكيف ارتفاعه 2 متر، يعني المكيف ده ارتفاعه يعني 2 متر من الارض. طبعا المكيف عليه بلور مش مروحة، بلور مش مروحة. الشطر ده بيتحرك بموتور، الموتور هنا اهو، ده بيتحرك بموتور. طبعا المكيف عليه موتور، يعني عندنا منه نوعين، واحد موتور واحد حصان. طبعا الورق من جميع الجهات، ورق من جميع الجهات. طبعا الموديل تي 102، 41 كيلو وزنه، يعني داخل في حصان 650 واط. طبعا زي ما احنا شايفين بيطلع قوة الاير فلو بتاعته 10,000 متر مكعب ساعة، 10,000 متر مكعب ساعة، حاجة جبارة. ده موتور حصان وده موتور حصان الا ربع. طبعا 4 سرعات، طبعا السويتش اوف وون، تشغيل وايقاف، وهنا 4 سرعات. هنا البامب الغاطس، تمام، اكنك مشغل مكيف فريون. طبعا هنا الجزء ده، يعني ده بيكون بره وده بيدخل مثلا في الحيطه، او ده كده بيكون على وش الحائط يعني، تمام. سواء بقى عندك محل، عندك اي حاجه، يبقى ده بيدخل هواء نقي، هواء متلج جوه المكان ده. المكيفات الصحراوي اللي هي الجديده، اللي هي الايه الجديده. طبعا عندنا المكيف القديم اللي هو الصاروخ اهو، 90 لتر، والسعر بتاعه طبعا مناسب جدا بالشكل ده. طبعا برضو عندنا المراوح اللي هي الواقفة، اللي هي منها مقاسين 30 و36، وعندنا برضو المراوح اللي هي اللي بتتعلق على الحائط. شركة عرب جروب.